والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. وآية الكافوري، أهلا بك يا آية. شكرا سحر، شكرا زينة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. ارتفع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري إلى حوالي 4,491,999 طن من المنتجات الزراعية. وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي البطاطس والبصل الطازج والطماطم، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 1,626,694 طن. قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة. وأضاف باول خلال تصريحات له اليوم أن استمرار سياسة التجديد النقدي سيصاحبها تباطؤ للنمو وضعف لسوق العمل، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. هذا وجاءت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي خلال ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ الأمريكية. وإلى أسواق المعادن النفيسة والتي تأثرت أيضا بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث هبطت عقود الذهب أكثر من 1.24% لتسجل 1,749 دولارا و75 سنتا للأوقية. أما عن عيار 18 على المستوى المحلي فقد سجل اليوم 930 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1,085 جنيها، في حين سجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1,240 جنيها. وأخيرا نصل معكم للجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 8,680 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة ننتقل معكم إلى أسواق النفط، حيث هبط خام برنت أدنى 100 دولار للبرميل ليسجل 99 دولارا و69 سنتا، وانخفض بنسبة 0.3%. أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 26%، ووصل السعر اليوم إلى 92 دولارا 27 سنتا للبرميل، متأثرا أيضا بتراجع الإنفاق الشخصي في شهر يوليو بحسب بيانات الولايات المتحدة، وكذلك تأثرا بإشارات باول إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأقوى في العالم. في حين ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.16%، ووصل السعر اليوم إلى 3.92 دولارا لكل لتر. أيضا امتدت الارتفاعات للغاز الطبيعي وارتفع بنسبة 9%، ووصل السعر اليوم إلى 9.46 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
صعد مؤشر ناسداك الأمريكي بورصة وول ستريت إلى انخفاض حاد اليوم بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، مما أدى إلى عمليات بيع في أسهم النمو والتكنولوجيا. وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.96%، أما داو جونز فقد خسر 1.64% من قيمته، وكان الأكثر خسارة هو ناسداك المركب حيث انخفض بنسبة 2.51%. انتهت جولتنا الاقتصادية.